السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديد وصمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال فوائد الخشب بالنسبة للأرانب. الخشب هو في الحقيقة ضروري وضروري للأرانب. علاش؟ لأن أسنان الأرانب ديما في نمو، ديما كتطوال منذ الصغر ديالو، وهو الأرانب معروفة يعني بالأسنان ديالهم، يعني القواطع ديالها الأمامية كتبدا طوال. الخشب هو السبيل الوحيد أنه يبقى ينجر الأسنان ديالو. اللي داس مكلقاو في المزارع الكبرى، يعني الناس المحترفين ديما ملي كي يتقلب الارانب ديالهم، يعني هما كبار، ديما كتلقى عندهم واحد المشكل. هذا المشكل اسمه هو ان الارانب ديالهم كتلقى تقريبا واحد 20% السنان ديالهم طويله بزاف. وكاين مرض، هذاك مرض بوحدو، ان الارنب كيبقاو يطوالوا سنانو حتى كي يعني كيتحلوا فمه. هذاك مرض نادر، كان عند واحد السيد كنعرفو. انا كنشوف بهذا المرض يعني السبيل الوحيد انه يتخلص من هذوك الارنب. علاش؟ لان كيبقى كل مده خصو يقطع له الاسنان ديالو بالمقص. الا مشات الساغي واحد نقول واحد شهرين، كتنوض لا قدر الله كتلقى ان فمو صافي تحل غير من الاسنان. اما الموضوع ديالنا هذا النهار هو اننا نحطوا واحد القطعه ديال الخشب هكا في الكاج. هانتوما شوفوا، هذه راه كنت حاطه في هذه القنيه هذه. ماشي بالضروره تكون مربعه هكا ولا تكون بواحد مستطيله، ولا متاح عندكم شي خشبه تبقاو ترميوها الارانب ديالكم في القفص. ومع المده غادي تلاحظوا انه كيبقى ينجر هاد الخشبه هكا، وماشي مشكل انه ياكل منها، لان الخشب راه عباره عن نجاره، ماشي مشكل. وفي الحقيقه الا جينا نفكروا، هاد الشيء كينطبق على الارانب الروميه والبلديه، لان الارانب البلديه الا قلبتوا الاسنان ديالها ديما كتلقاها قصيره. علاش؟ لان في الصور ديالها هي ما عايش في ليكاج، يعني الارانب البلديه قليل اللي كيديرهم في ليكاج، كيديرهم في الارض، واغلبيه كيديروهم في يعني كيحفروا في داك الدخاشش وكيمشيو يديروا. يعني اسمو ان الطبيعه ملي كتكون مع 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 الحيوان انه كيقدر انه يكبر بواحد الطريقه يعني الهيه ربانيه، يعني الطبيعه هي اللي كيلقى فيها الدواء ديالو، الطبيعه هي اللي كيلقى فيها يعني التزاوج ديالو، اي حاجه كتلقاها في الطبيعه. الله خالق هذه الطبيعه فيها كلش. اما بالنسبه لهاد الطريقه اللي ولينا حنا كنستعملوها ديال ليكاج بحال هكا، ليكاج ما كاينش فيهم الخشب، كيعيا الارنب يبغي يخربش في السلك، ما غاديش يقدر، هو خصو ينجر. يعني اسمو خصنا حنا بحال اللي نديرو واحد الجزء من الطبيعه نحطوه له قدامه، اسمو هو هذا الخشب. الخشب اللي قلت لكم كيما ما بغى يكون، قطعه ديال السطح عندكم، شي سداري مهرس، كرسي مهرس، خذوا قطع خشب بحال هكا، قطع خشبيه، ورميو لهم في الكاج هكا. هو الاغلبيه يعني اللي كيلقى المشكل وهما الارانب بعد عمر شهرين. هادو كتلقاهم كي واش بحال اللي كياكلوهم سنانهم، كيبداو يطوالو، خصهم ينجروهم في حاجه. نتوما عمليه بسيطه ماشي مشكل، انكم ديروا واحد القطعه ديال الخشب، ومع المده غادي تلاحظوا انه كيبقى ينجر فيها. هو كيحاول انه نتوما كيصحابوه راه كياكلها، كياكل الخشبه، هو راه ما كياكلهاش، هو راه غير كينجر وكيحك سنانه. سبحان الله، هاد الطريقه انا جربتها مع بزاف ديال الخلفات، اغلبيه كنديرها مع الخلفات ديال الكسيبه. كنرمي لهم واحد الخشبه، واحد النهار رميت لهم واحد الخشبه
يعني طويلة هكا مستطيلة، واحد النهار لقيتها تقريبا ما بقاتش كاع، ان يعني هذيك الخلفة بالذات كان 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 كانوا سنانهم كينمو بواحد الطريقة سريعة، وكانوا كيحكوا فيها لـ 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 الأسنان ديالهم. إذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، موضوع بسيط ولكن مهم في نفس الوقت، يعني فوائد الخشب بالنسبة للأرانب. الحلقة ديالنا راه سالات، موضوع مزيان، حاولوا أنكم تاخذوا بعين الاعتبار، واخا كيبان ساهل ولكن راه هو مهم ومهم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، مرحبا بالتعاليق ديالكم. تكيو على زر الجام باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.